ما حكم السبحة للعاجز وهل هي من السنة؟ السبحة، السبحة هذه الصلاة، لكن السبحة هذه الخرز الذي يعد به الذكر والتسبيح، إذا كان الإنسان يقصد بها العد فقط ولا يعتقد فيها فضيلة فلا بأس بها، وتسبيحه بالأصابع أفضل، كونه يعد التسبيحات بالأصابع، أصابع اليدين، هذا أفضل، وإذا عدها بالسبحة فلا بأس، أو بالحصى فلا بأس بذلك. أما إن اعتقد أن السبحة فيها فضيلة فهذا غير صحيح، وليس في السبحة فضل، وإنما هي من المباحات فقط، وليس لها فضيلة ولا سنية.